اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في فقره القبل الاخيره في هذه الحلقه. حلقه كانت من المفترض ان احنا كنا بنحتفل دلوقتي، ولكن خرج منتخبنا الوطني من دور ال 16 في بطوله كاس الامم الافريقيه في واحده من اعظم البطولات من حيث التنظيم والجماهيريه وكل شيء. دكتور احمد، يعني هارد لك النهارده طبعا، ولكن عزائنا الوحيد في شكل واداء شكل التنظيم وحفل الافتتاح، وان شاء الله يكون حفل الختام. الاول تحياتي ليك كابتن اسلام، قدر الله ما شاء فعل. يمكن هارد لك طبعا للشعب المصري على الهزيمه النهارده. اعتقد ان الكل يتحمل المسؤوليه جماعيه، بدايه من اتحاد الكوره، المدرب، اللعيبه، الكل، يعني مش حد بس، مش فرد واحد بس، لا الكل يتحمل المسؤوليه. واعتقد ان يعني الحظ ممكن يكسبك مباريات لكن عمره ما يكسبك بطولات. صح. احنا كسبنا الثلاث مباريات اللي فاتوا بالحظ، الحظ كان معانا، الحظ كسبنا مباريات لكن عمره ما هيكسبنا بطوله. هي ده الخلل الاساسي. احنا كنا بنقول ان احنا بنكسب بالحظ، النهارده فعلا بان الكلام ده، ان الحظ ممكن يكسبك مباريات لكن عمره ما يكسبك بطولات. انا من وجهه نظري المسؤوليه الاكبر بتقع على المدير الفني خفير اجيري تحديدا فنيا. بقى ليه نمشي كده يعني تدريجيا؟ من اول حاجه قبل البطوله في الاختيارات كانت سيئه جدا، وده يمكن اللي احنا اتكلمنا فيه، ان الاختيارات بتاعته كانت سيئه جدا. اولا لعيب زي عبد الله جمعه ناحيه الباك ليفت ما اتخدش، محمد هاني باك يمين النادي الاهلي ما اتخدش، لعيب زي صالح جمعه، خاصه ان انت بتلعب بثلاثه ارتكاز، يعني النهارده هو لعب بثلاثه ارتكاز، طريقته المفضله اصلا ثلاثه ارتكاز، فانت محتاج نوعيه الارتكاز المساند الهجومي زي عمرو السوليه، زي صالح جمعه، الناس دي كانت مهمه جدا. اللي قدام بقى كان المفروض رمضان صبحي، كهربا، الاثنين دول يدوك تقل قدام. كهربا ده ممكن تستخدمه كمهاجم وهمي يديك سرعه، رمضان صبحي بيعرف يقف على الكره بشكل مميز، يعرف يراوغ، يعرف يعدي، يعمل نقله، يدوك تقل هجومي. وبالتالي الخيارات من الاول او الاختيارات بتاعت المدرب كانت خاطئه، كان فيها اخطاء كتير، وده اللي بان في خلال البطوله، ان ما كانش الراجل عارف يغير. ولكن برضه من وجهه نظري ان اجيري يعني أسوأ مدرب تولى منتخب مصر من فترة طويلة. أولا لا تحضير للمباراة بشكل كويس جدا. تاني حاجة إن أنت بدأت أول ما جيت اللي توليت المنتخب كنت بتبدأ بتحط بطريقة لعب 4-3-3 4-3-2-1، فجأة جيت قبل البطولة وغيرت طريقة لعبك واستدعيت عبد الله السعيد ولعبت 4-2-3-1. إذا مفيش طريقة لعب ثابتة، مفيش قوام للفرقة، مفيش تغييرات، التغييرات بتاعته في المباريات مش كوتش. الاربع مباريات الاربع مدربين اتفوقوا عليه، وكل ده ولسه ما كناش قابلنا فريق تقيل، يعني احنا اللي لعبنا لا نيجيريا ولا الكاميرون ولا غانا ولا الجزائر ولا المغرب، ما لعبناش الفرقه اللي هي التقيله نوعا ما، يعني احنا كل ده كنا بنلعب الفرق السهله. وبالتالي خفير اجيري بدايه من الاختيارات يعني يتحمل جزء كبير جدا من المسؤوليه. مع بدايه البطوله بدا غير طريقه لعبه، كان ماشيه يعني هي كانت ماشيه بالجمهور وبالدعوات الملايين المصريين طبعا والحضور الجماهيري ده، ولكن كان مفروض يطور. كان اثناء البطوله واضح ان مفيش، كان عندنا مشكله واضحه في وسط الملعب، في فجوه كبيره جدا في وسط الملعب، النني مش في حالته خالص، عبد الله السعيد مش في حالته. وبالتالي هو النهارده عمل ايه؟ النهارده هو غير طريقه اللعب. خفير اجيري رجع لل 4-3-3، يمكن هو ما لعبش بال 4-2-3-1، هو لعب بال 4-3-3 اللي هي ايه؟ النهارده كان طارق حامد بينزل ما بين احمد حجازي ومحمود علاء، على اليمين محمد النني كان دايما متطرف ناحيه اليمين، وعبد الله السعيد ناحيه الشمال. وبالتالي محمد النني النهارده من اول البطوله ما كانتش واضحه للناس كده خالص يا دكتور، يعني هوريها لحضرتك بالصور. ايوه ما هي كانت واضحه في صور، لكن هي ما كانتش واضحه للناس بهذا الشكل. هو طبعًا كان بيلعب بالطريقه المعتاده 4-2-3-1، وكانت واضحه جدا للناس كلها ان هو بيلعب بطارق والنني، لكن هي بدليل ان هو لما طلع النني ونزل وليد يتدخل فينا جون، وكان ممكن يخش الثاني والثالث. طبعا ما ده السبب الاساسي، هو ده اللي موضح الصور. ما هو صور، ما هو طبيعي ان طارق حامد هينزل، وطبيعي ان هيبقى النني ناحيه اليمين. لا بس شوية. اكتر من حاله، يعني لو حاله واحده ماشي، حتى لو اربع خمس حالات، واحنا من امتى شفنا حاجه فيها هجوم ماشي. مثلا جمله جماعيه حصل فيها هجوم ما شفناهاش، انت فاهم؟ وبالتالي كل الطريقه كانت واضحه. الدليل الوحيد واللي هتقدر تقنع بيه الناس كلها ايه؟ ان لما النني طلع من نص الملعب على الرغم من سوء اداء النني، ولكن لما طلع على الاقل كان واقف في نص الملعب، لما طلع من نص الملعب وابتدى يلعب بقى بطارق حامد ووليد سليمان وعمرو ورده، الدنيا اتفتحت ودخل فينا جول. تمام. هو الارتكازين المساندين دي كانت مشكله المنتخب، يعني انا من رايي ان اللي هو كان بيعتمد على النهارده عبد الله السعيد والنني عشان يحاول ان هو يعالج مشكله وسط الملعب خالص. يعني دي المشكله. النني النهارده ما قطعش الكوره غير مره واحده بس، تخيل لعيب ارتكاز
90 دقيقه ما قطعش الكوره غير مره واحده، رقم لانني علامه استفهام كبيره، علامه استفهام، علامه استفهام كبيره. يمكن حتى لو بصينا في الصور هنلاقي ان هو يعني لنا الصور يا سمير يعني لو بصينا في الصور هنلاقي ان هو دايما بيلعب بالثلاثه دول اللي في النص، حاول يحل. ادي اول حاجه، دي مثلا طارق حامد بيدور، هنلاقي عبد الله السعيد بيرحل ناحيه الشمال والنني ناحيه اليمين. دي يعني ده الفكر اللي هو كان جاي اصلا، اجيري كان جاي عشان يطبق ال 4 3 3 من اول يوم جه المنتخب، كان عايز يلعب بال 4 3 3 دي اللي هي طارق حامد وعبد الله والنني. هو حاول يعمل كده، ولكن المشكله ان عبد الله السعيد الدور الدفاعي بتاعه سيء جدا، وبالتالي ايمن اشرف لوحده مظلوم. على يا دكتور تخيل ان اي حد بيعدي من جنب عبد الله بيمشي جنب عبد الله بيعدي من عبد الله. طبعا دي الأول مرة أشوفها في عبد الله الحقيقة. عبد الله يعني واضح إن هو كمان بدنياً سيء جداً، يعني على المستوى البدني أو متراجع جداً، وبالتالي أنت الجبهة دي هو الراجل كان هنا رامي عليك بيرسيتاو. بيرسيتاو كان دايماً اللي إحنا اتكلمنا عليه قبل المباراة بيخترق للعمق، لأن عبد الله ما بيرجعش وتريزيجيه ما بيرجعش. وبالتالي هو بيخترق للعمق، وشفنا تسديدات كتير أنقذها محمد الشناوي من خلال بيرسيتاو. دي كانت نقطة قوة منتخب جنوب أفريقيا. وبالتالي هو الراجل كفير أجيري تغييراته غريبة جدا. أول تغيير عملها إيه؟ غريبة أوي. طلع مروان محسن ونزل أحمد علي النهارده في الملعب. يعني هل مروان هو اللي كان سبب المشكلة في أداء منتخب مصر؟ يعني هو مروان ما جاتلوش الكرة غير خمس مرات بس الشوط الأول، استلم الكرة خمس مرات بس، هل هو السبب؟ تاني حاجة التغييرة التانية، هو خرج نزل وليد سليمان مكان محمد النني، ونزل عمرو ورده مكان عبد الله السعيد. هل ده اعتراف منه ان انت ما عندكش وسط ملعب، ان الاثنين دول سيئين اللي هم المساندين، فرحت منزل وليد سليمان وعمرو ورده؟ طب فين الدكه اللي انت كنت مختارها؟ فين دونجا مثلا؟ فين الاختيارات اللي انت فخور بيها؟ فين عمرو السولية؟ يعني واحد زي عمرو السولية او صالح جمعه هيقضوا الدور ده 10 على 10؟ هو ده دورهم، هو دي ما يمشيش المفاني. مع ورده ما يمشيش، مع عبد الله ما يمشيش، مع النني هو يمشي، مع عمرو السولية يمشي، مع دونجا شويه يمشي، مع شويه يعني دونجا يمشي مع، لكن مش ورده، مش عبد الله السعيد ابدا. هو كمان في تغييراته الثالثه فتح الملعب زي ما حضرتك قلت، ان هو لما خرج النني ونزل وليد سليمان وخرج عبد الله وعمرو ورده، الاثنين اصلا ما بيدافعوش. اول مره كمان يفتح الملعب، فتح الملعب. جنوب افريقيا بقى الراجل ذكي جدا، هم اقوى مننا على المستوى البدني. منتخب المصري في الشوط الثاني تراجع في الشوط بدنيا واضح جدا، فرمى اثنين فراوده علينا زي ما حصل. واحد راح مطمع محمود علاء ان هو يجي ياخد منه الكوره، وساب مساحه وراه اتلعبت في ظهر، عشان طبعا احمد حجازي كان واقف مغطي الاوفسايد. محمود علاء مغطي 15 مش عارف ليه. يعني انا بحمل مسؤوليه للاثنين، حجازي وعلاء، على محمود علاء باع نفسه بدري اتقدم، وحجازي واقف ورا مغطي، فالاثنين يتحملوا مسؤوليه الهدف. طبعا الشناوي واحد من نجوم المباراه ومن المكاسب. الشناوي وطارق حامد افضل اثنين في منتخب مصر بالتاكيد. الشناوي وطارق، الشناوي على فكره عنده رقم مميز قوي ان هو قلنا بقى الارقام عشان وقتنا بس. الشناوي اكتر حارس في البطوله تصديات ناجحه، اكتر حارس في البطوله 16 تصدي، ده دليل ما شاء الله ان محمد الشناوي بيقدم اداء مميز دليل جدا. دليل ضعف واضح. دليل ضعف للاسف ان انت المنتخب المضيف يعني اللي بيستضيف البطوله بيبقى الحارس بتاعه اكتر حارس تصدى للتسديدات، فده دليل يعني دليل، ده رقم بيوضح يعني لو بصينا حتى على ارقام الشناوي النهارده، كل ماتش بيطلع رجل المباراه، كل ماتش هو الافضل محمد الشناوي، وبالتاكيد مكسب كبير برضو للنادي الاهلي ان انت في المباريات الجايه واحد زي محمد الشناوي مكسب كبير، اخذ الثقه، رجع الثقه زي ايام كاس العالم. يمكن الشناوي لعب النهارده 90 دقيقه، اتصدى لست تسديدات منهم اثنين داخل البوكس، اثنين داخل الصندوق. دقة تمريراته 73 و3 من 10، عدد التمريرات الطولية 12. اعتقد ان اللي احنا لو كنا كملنا كان محمد الشناوي اخذ احسن حارس في البطولة بكل تأكيد. يعني دي يمكن الارقام برضو بصفة عامة. مين اسوأ ارقام عندك يا دكتور؟ اسوأ ارقام يمكن اسوأ ارقام طبعا تريزيجيه النهارده كان ضيع كورتين، كان سيء جدا. محمد النني ارقامه سيئه جدا، يمكن هو سيئة طوال البطولة، طوال يعني البطولة هو يمكن اقل اللاعبين. انا عايزك بقى تعمل يعني عايزك تعمل لي تجميعه للنني يعني ايه للعيبه المنتخب كلهم لل 23 او لل 19 واحد شاركوا النهارده 19 واحد واثنين مصابين، يعني هم 19 واحد شاركوا 19 واحد نشوف التجميعه دي هتودينا لفين. ان الاختيارات دي هو فخور بيها، فانا انا بس اصل الكلمه دي يعني هو مؤتمر صحفي مستفز جدا للناس الحقيقه، وكان ممكن يطلع يقول كلام مختلف عن كده، لكن انت فخور بالاختيارات اللي هي ارقامها يعني انت بقى ظبطها لنا علشان نيجي نتكلم فيها. ممكن كمان الارقام يعني النهارده الاسوء محمد صلاح برضو ارقامه كويسه نوعا ما، راح على الجون كتير بس ولا واحده داخل اون تارجت. ايمن اشرف واحمد المحمدي انت النهارده احنا بنقول ان هم بيلعبوا نوعا ما بثلاثه ارتكاز مثلا عبد الله وطارق والنني، فمفروض ان الثلاثه الارتكاز دول ايه؟ يحموا الظهيرين، يعني الظهير يتقدم ويعمل عرضيات كتير، وبالتالي
احمد المحمدي ولا عرضيه صحيحه، ايمن اشرف ولا عرضيه صحيحه. طب انت ايه لازمه ان انت بتلعب بثلاثه ارتكاز؟ عشان كده كنت انا يعني وجهه نظري ان كان ما بين الشوطين كان تكتفي باثنين بس وتنزل وليد سليمان وتحول محمد صلاح كمهاجم تاني، تلعب 4-4-2. هو عمل كده، بس هو عمل هو كدا عملها كده متأخر وبعد كده باع نفسه. انت خلاص في اخر خمس دقائق على الاقل كنت نزلت دونجا تمسك وسط الملعب وتدي وتدي قوه بدنيه اكتر لوسط ملعب منتخب مصر، لان جنوب افريقيا على المستوى البدني قويين جدا، اقوياء جدا بصراحه. فده دي ميزتهم يعني. كمان يمكن لو بصينا برضو على باقي الارقام هنلاقي ان اكتر اثنين مرروا لبعض احمد حجازي ومحمود علاء. مين افضل اثنين؟ افضل اثنين محمد الشناوي وطارق حامد طبعا. هم واضحين. يعني محمد الشناوي اهم حاجه بس تعمل لنا التجميع بتاعت الارقام دي عشان دي لكل اللعيبه، دي مهمه جدا لكل اللاعبين. ان شاء الله نعمل حلقه بكره او بعده نجيب فيها نتكلم فيها، لان الارقام دي بالنسبه لي هتبين للناس قد ايه ان الخطا من البدايه. مش الخطا النهارده، الخطا من البدايه، مش بدايه الماتشات، لا من بدايه الاختيارات طبعا. وبرضو اللعيبه، لو رمضان صبحي ده، بلاش رمضان عشان ما نقولش ان احنا في قناه الاهلي. لو كهربا ده وهو سيء للغايه كان هيعمل حاجه افضل من في تغييره مثلا او حاجه. لو عبد الله جمعه ده كنت محتاجه في ناحيه هجوميه، كنت ممكن تلعب بيه في كذا مكان. لو عمرو السولية على رايك المشكله الكبيره اللي كانت بالنسبه لنا في النقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها اللي هي الاثنين اللي في نص الملعب والكلام ده كله، كل اللعيبه دي لو كانت موجوده كانت فرقت معانا كتير جدا. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، مهمة جدا تجميع الارقام دي، نعملها ان شاء الله خلال الفترة الجاية. خلينا نطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفاصل نستقبل كابتن سمير عثمان يكلمنا عن تقرير التحكيم.